بعد تضارب المعلومات، حزب الله ينعى أحد عناصره عقب الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية قرب النبطية صباح اليوم. مجلس الحرب الإسرائيلي يأمر باستئناف العمل على صفقة التبادل المعلقة مع حماس، ومعلومات عن منح المفاوضين مساحة أكبر للمناورة. فيديو اعتقال المجندات يؤجج الشارع الإسرائيلي، وحماس تؤكد أنه مجتزأ ويتضمن تقطيعاً متعمداً يخدم الرواية الإسرائيلية. جثمان الرئيس الإيراني يصل إلى مسقط رأسه في مشهد ليورى الثرى بعد 3 أيام من التشيع الرسمي. أهلا بكم مشاهدينا، هذه روناك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. نعى حزب الله اليوم أحد مقاتليه في أعقاب غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة النبطية في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 تلاميذ بجروح بحسب مراسلة الحدث. وأضافت مراسلة الحدث أن الغارة أدت إلى احتراق السيارة، فيما نقلت الإصابات إلى المستشفيات. وأكد الدفاع المدني في المنطقة لوكالة فرانس بريس أن التلاميذ 3 أصيبوا بجروح طفيفة جراء تكسر زجاج حافلتهم التي كانت تقلهم إلى المدرسة ونقلوا إلى المستشفى. ونعى حزب الله في وقت لاحقا الخميس عنصره محمد علي ناصر فران من بلدة النبطية في جنوب لبنان. أكبر دجال يا شباب، ضربت أمكا في عجقة كتير قوية. أكبر دجال يا شباب، ضربت أمكا في عجقة كتير قوية. من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. أهلا بك غنوة، نتابع معك أي تطور متعلق بهذا الحادث ونعي حزب الله لعنصره. كما ذكرتي، نعى رسميا حزب الله محمد فران الذي كانت قد معلومات صباحا تحدثت عن أنه يعمل أيضا كمدرس في مدرسة ثانوية، ولكن هذا بالطبع كنا ذكرنا أنه لا يمنع انتمائه لحزب الله، لأن هناك أشخاص تربويين داخل حزب الله، واليوم الحزب نعاه أيضا كأحد عن عناصره. أيضا يبدو أن لديه كان دور أمني، لأنها دور أمني استهدفته ربما إسرائيل من أجل هذا الدور. وعادة إسرائيل أيضا تصدر بيان بعد بعد وقوع حادثة الاغتيال تتحدث فيه عن الشخص والدور الذي كان يلعبه وسبب الاستهداف. طبعا كان هذا صباحا في منطقة تعتبر خارج قواعد الاشتباك، في منطقة فيها مدارس رسمية، واستضيف أيضا مرور هذا حافلة المدرسة. سائق الحافلة كان قد تحدث عما شاهدوه صباحا بأنه كان يتقدم في الطريق وشاهد استهداف هذه السيارة، حاول الرجوع إلى الخلف وشاهد بأنه كان هناك إصابات بين الطلبة، وأيضا كان هناك حالات من الذعر بين الطلبة، خاصة وأن الاستهداف وقع على مسافة قريبة جدا منهم. طيب، ونقلوا إلى مستشفيات المنطقة. غنوة، أعود وأتأكد منك أن الشخص الذي نعاه حزب الله والذي هو أحد عناصره هو ذاته الذي قتل اليوم بمسيرة إسرائيلية. صحيح، هو الذي استهدف داخل السيارة. إسرائيل استهدفت سيارة وكان هناك حافلة للطلاب تمر بجانب هذه السيارة، يعني لم يكن المقصود حافلة الباص، كان هناك سيارة، هذا الشخص كان داخل السيارة. وأيضا صدف أنه يعمل، إضافة إلى انتمائه إلى حزب الله، يعمل كأستاذ في مدرسة ثانوية، أستاذ لمادة الفيزياء كما بات معلوما.
طيب، بالعادة غنوة حزب الله لا ينعى عناصره بهذه السرعة، ما الترجيحات بخصوص ذلك بحسب ما يتداول؟ لا، عادة يكون هناك نعي بعد ساعة أو بعد ساعتين من وقوع الاغتيال أو الاستهداف. عادة ربما إذا كان قيادي مهم ربما يتروى، أو عندما يكون يعني لم يتبلغ الأهل بعد، يكون هناك يعني يتم تبليغ الأهل ومن بعدها ينعي حزب الله المقاتلين بشكل رسمي أو على عناصر بشكل رسمي. سبق وكان هناك يعني النعي يأخذ من ساعة إلى ساعتين كما حدث، نعم، كما حدث هذا اليوم. شكرا. ولكن عادة ربما إذا كان قيادي مهم أو نعم. على ممكن أن يتأخر موضوع النعي. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم. وننتقل وإياكم مشاهدين مباشرة إلى إيران، تحديدا مدينة مشهد ووصول جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى مثواه الأخير لورث ثرى هناك في مدينة مشهد مسقط رأسه. إذن هذه المشاهد مباشرة لوصول جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي إلى مسقط رأسه في مدينة مشهد لورث ثرى هناك. إذن مراسم وصول جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد، حيث سيتم دفنه في مثواه الأخير بعد ساعات من الآن. إذن نعش الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي يتم إنزاله من الطائرة الرئاسية التي وصلت من طهران إلى مشهد لورث ثرى في مسقط رأسه بعد ساعات من الآن. إذا مشاهدينا نتابع وإياكم المراسم التي يتم من خلالها الآن كما نشاهد إنزال، وتم بالفعل إنزاله نعش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من الطائرة الملكية بحضور عدد من قادة وزعماء الدول وأعضاء وأفراد من عائلته. إذن مراسم رسمية رئاسية، ونتابع عدد من الضباط وقادة الحرس الثوري الإيراني كما نشاهد في هذه المشاهد المباشرة التي تردنا من إيران، تحديدا من مدينة مشهد، ويتم حمل نعش الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي على الأكتاف. إذن الحزن يخيم على الأجواء، وكانت البلاد في حالة حداد منذ حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني وسبعة من مرافقيه. إيران أعلنت حالة الحداد لمدة 5 أيام، واليوم الثالث يتم خلاله دفن جثمان الرئيس الإيراني الراحل في مدينة مشهد. إذن الاستعدادات كما نتابع لنقل جثمان الرئيس الإيراني الراحل، من المتوقع أن يتم دفنه بعد ساعات من الآن حين اكتمال المراسم الرئاسية قبل دفنه بحضور كما ذكرنا زعماء
وقادت دول عدة إلى هذه المراسم. مشاهد مباشرة مشاهدينا ننقلها لكم لوصول نعش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط رأسه مدينة مشهد، حيث سيوارى الثرى بعد ساعات من الآن. استعدادات لبدء مراسم نقل النعش. وبدأت مراسم الجنازة في مدينة تبريز، وهي المدينة الأقرب إلى موقع حادث تحطم طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل ووزير خارجيته وعدد من مرافقيه، ثم انتقلت إلى مدينة قم، ومن ثم إلى طهران يوم أمس، حيث أقيمت مراسم الجنازة الرسمية بحضور المرشد الأعلى علي خامنئي، وصلاة الميت أقيمت أيضا هناك، وحضور عدد من رؤساء وقادة دول عدة لمراسم هذه الجنازة. إذن الاستعدادات الآن جارية لبدء مراسم نقل جثمان الرئيس الإيراني في رحلته الأخيرة إلى مثواه الأخير في مدينة مشهد، محملا على الأكتاف. إذن مشاهدينا، شارك زعماء دول عدة ومسؤولون من مختلف أنحاء العالم في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه السبعة. طبعا كانت أمس في طهران وانتقلت اليوم كما نتابع وإياكم الآن إلى مدينة مشهد مسقط رأسه. إذن بدأت مراسم نقل جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كما نتابع، محمولا على الأكتاف في مراسم مهيبة. شارك في المراسم كل من أمير قطر ورؤساء تركمانستان وتونس وطاجكستان ورؤساء حكومات العراق وباكستان وأرمينيا وأذربيجان، أيضا إضافة إلى رؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان. مسؤولون آخرون أيضا شاركوا في مراسم الجنازة يوم أمس، بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائب زعيم حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، فيما أغاب الرئيس السوري بشار الأسد عن التشييع، وشارك بدلا منه رئيس الوزراء حسين عرنوس ومستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية علي مملوك ووزير الاقتصاد محمد سامر الخليل. إذن نتابع وياكم نقل جثمان، مراسم نقل جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى مثواه الأخير محمولا على الأكتاف في مراسم رسمية ووداعه الأخير. يوم أمس أقام المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على رئيسي وأيضا المسؤولين الإيرانيين في جامعة طهران. الآن هو في طريقه إلى مشهد، بل فعلا هو وصل إلى مشهد مسقط رأسه ليدفن اليوم في حرم الإمام الرضا. السلطات الإيرانية أعلنت أن التحقيقات توصلت إلى أن أسباب الحادث ظهور غيمة سحبت غيوم كبيرة أمام طائرة الهليكوبتر
مما أدى إلى اتخاذ قرار من قبل قائد الطائرة برفع علو طائرة الهليكوبتر، مما أدى إلى فقدان السيطرة على طائرة الهليكوبتر وبالتالي الاتصال بها، وأدى إلى سقوطها. كما نتابع وإياكم على يمين الشاشة حضور عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين وأيضا مشاركة من دول، من زعماء وقادة دول عدة، وحضور لعائلة وأقارب الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. إذن الوداع الأخير للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، كما نتابع وإياكم في هذه المراسم نعشه محمولا على الأكتاف ووراءه حشد من القادة والمسؤولين الإيرانيين ليورى الثرى في مسقط رأسه مدينة مشهد ويدفن في حرم الإمام الرضا. إذن نعشه ونعش وزير خارجيته ورفاقه أما وزير خارجيته فسيدفن جنوب إيران. مشاهد مباشرة أيضا مشاهدينا ما زلنا ننقلها لكم من مدينة مشهد في إيران لنقل جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووداعه الأخير، كما نتابع بحضور المئات من القادة والمسؤولين الإيرانيين وأيضا زعماء وقادة لعدة دول حضروا مراسم التشييع واليوم الأخير من هذه وراء الثرى ويدفن في حرم الإمام الرضا. كما أعلنت إيران حالة حداد لمدة 5 أيام في البلاد، كما أعلنت دول أخرى أيضا حالة الحداد تضامنا مع حالة الحزن في إيران. لبنان أعلنت حالة الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام. إذن الوداع الأخير كما نتابع وإياكم مشاهدينا لنعش الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. إذن لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حتفه يوم الأحد الماضي إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة آخرين عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها في منطقة جبلية. إذن تدافع كبير على محاولة حمل نعش الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه. إذن ونستمع وإياكم إلى الموسيقى
جنائزية في وداع الرئيس الإيراني الراحل. إذا متواصلون مشاهدينا في نقل هذه المشاهد المباشرة لنقل جثمان الرئيس الإيراني الراحل نعشه إلى مدينة مشهد كما نتابع ليورثر بعد ساعات من الآن تحديدا في حرم الإمام الرضا في اليوم الثالث من مراسم الجنازة الرئاسية. ها هي النعوش تعتلي المسرح ليتم وداعهم الأخير من قبل الحضور الكبير الذي نشاهده لمسؤولين وقادة في إيران وأيضا من خارج إيران وأفراد عائلته وأقاربه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد. أما بالنسبة لوزير الخارجية عبد اللهيان فسيتم دفنه في مرقد الشاه عبد العظيم الحسني في بلدة شهر الري جنوب العاصمة. إذا نتابع وياكم مشاهدينا نعش الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي وأيضا اثنين من مرافقيه بينهم سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس ونعش آخر لأحد مرافقيه الذين كانوا على متن طائرة الهليكوبتر التي تحطمت يوم الأحد الماضي. إذن 7 أشخاص لقي حتفهم بالإضافة إلى الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته. ها هي مراسم اليوم الأخير من تشييع الرئيس الإيراني. كما ذكرنا الحداد أعلن في إيران لمدة 5 أيام والرئيس الإيراني توفي عن عمر نهز 63 عام وسجل سياسي حافل تقلد فيه مناصب عدة في إيران خلال السنوات الماضية. إذا نتابع وإياكم هذه المشاهد التي تظهر محبة المتواجدين للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي
والوداع الأخير لنعشه. صورة الرئيس ووزير خارجيته والرفاق الآخرين الذين قضوا معه نشاهدها خلف المسرح تعتليه، وستستمر هذه المراسم لوقت، ومن ثم خلال الساعات المقبلة سيوارى الثرى في جامع الإمام الرضا، في حرم الإمام الرضا سيدفن هناك. تغيب عن المراسم، تغيب عنها ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي، فيما كما ذكرنا شاركت دول أخرى بالجنازة. وبعد أن توفي المرشد، وكان المرشد الإيراني قد أعلن بعد وفاة إبراهيم رئيسي، إذن تعيين نائب الرئيس محمد مخبر رئيسا بالوكالة لحين إجراء الانتخابات في 28 من يونيو لاختيار خلف لرئيسي. ومن القاهرة ينضم إلينا إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني. سيد إسلام أهلا بك معنا، ماذا ينتظر إيران خلال الفترة المقبلة؟ تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد يعني نحن أمام مشهد تحول، هذا المشهد ينطوي على فترة انتقالية، يتم بعد هذه الفترة الانتقالية اختيار رئيس جديد وبالتالي حكومة جديدة، وكثير من المناصب سيتم تغييرها. بالتأكيد لن يقود هذا بالضرورة إلى تغيير في النظام العام أو تغيير في الاتجاهات العام، سواء للسياسة الداخلية أو حتى الخارجية، ولكن مما لا شك فيه أنه سيكون له تأثير مهم على المشهد. نحن نتحدث عن رئيس الجمهورية، نحن نتحدث عن تغيير الحكومة، ونحن نتحدث عن أيضا موضوع انتخابات جديدة وما يصاحب ذلك من حراك سياسي في الشارع الإيراني ومحاولة التيار الإصلاحي العودة وغير ذلك. يعني نحن ننتظر خلال الفترة المقبلة أعتقد أنه سيكون هناك حراك كبير في الشارع الإيراني، حراك لم يكن متوقعا ولم يكن منتظرا، وسيؤدي إلى خلط بعض الأوراق، لأن كان النظام وصل إلى مرحلة معينة من ترتيب المشهد بحيث أنه حافظ على وجود بعض الوجوه وأقصى بعض الوجوه. الآن أعتقد أن النظام يعني يبذل جهدا كبيرا في محاولة إعادة ترتيب مشهد من جديد ليصل إلى مرحلة شبيهة بالمرحلة السابقة، ولذلك أعتقد أن طيب. الآن السؤال الأكثر تفضل. ما هو السؤال؟ ربما السؤال الأكثر إلحاحا الآن، كيف سيقوم النظام بمواجهة هذه التحديات بحيث أن يعيد ترتيب المشهد بالصورة التي كان يعني قد وصل إلى الرضا التام عنها، وهي تعيين أهل الثقة المقربين، ليس فقط من ينتمون بشكل إجمالي إلى التيار المتشدد وما إلى ذلك، بل هو يعني بأشخاصهم وذواتهم هم الأكثر موثوقية لدى النظام. أعتقد أن السؤال الأكثر إلحاحا لدى النظام الآن هو كيف سيعيد ترتيب المشهد من جديد، وكيف سيعيد لملمة الأمور من جديد بحيث يتجاوز هذه الاستحقاقات المقبلة دون أن ينفرط منه العرض في الساحة الداخلية بالذات. المشهد الإيراني الجديد بعد ترتيبه، هل يمكن أن يتصدره التيار الإصلاحي سيد إسلام؟ أعتقد أن بالنظر إلى المعطيات التي توفرت لدينا خلال الفترة الماضية ومن خلال استقراء سلوك النظام، فإن هذا يبدو مستبعدا. لماذا؟ لأن النظام خلال السنوات الأخيرة
قام بعملية ممنهجة لتصفية وجود التيار الإصلاحي في أولا قيادة السلطة التنفيذية التشريعية، أيضا بصفة عامة التناول الإعلامي والوجود على الساحة السياسية. يبدو أن النظام بالفعل، رأس النظام بالفعل، اتخذ قرارا بإنهاء لعبة الإصلاحيين. هل سيرضى الشارع الإيراني؟ نعم سيد إسلام، بتصدر التيار المتشدد المشهد خلال المرحلة المقبلة، وهو الذي واجه جزء من التيار المتشدد في المظاهرات التي مرت قبل أشهر في إيران. صحيح، يعني الشارع الإيراني على العكس تماما، توجه الشارع الإيراني على العكس تماما من توجه النظام. الشارع الإيراني يريد الفكاك من هذه الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع في كل المجالات في الداخل والخارج، خاصة في الداخل الإيراني. الأوضاع والخدمات وكل شيء في الداخل الإيراني غير مرضي عنه من جانب الشعب. لذلك هو يرى أن كل من تصدر المشهد في هذه المرحلة لابد أن يتم إقصاؤه عن المشهد. فلذلك التيار المتشدد لا يحظى بشعبية كبيرة، ويمكن تلمس هذا في متابعة نتائج، ليس فقط نتائج الانتخابات لأن هي يتم هندستها والتحكم فيها، وإنما الإقبال على الانتخابات. فنحن نشهد تدنيا قياسيا منذ إعلان الجمهورية وحتى اليوم، لم يكن هناك هذا التدني في نسب الإقبال على الانتخابات التي كان دائما النظام يتفاخر بها، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرا لا يمكن التشكيك به في بيان انهيار شعبية النظام، وبالتالي انهيار شعبية هذا التيار المتحكم في الأمور. شكرا جزيلا من القاهرة إسلام المنسي، الباحث في الشأن الإيراني، ونتابع وإياكم وسنظل في متابعة لهذه المشاهد المباشرة. للوداع الأخير للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. يا حسين رحمتي استندار قهرمان انقلابي هدا از جنس سادات بر روی دستان دست من گیر چه این دست دفتر سیاسی حماس برای ادای احترام به رئیس جمهور شهید. إذا مشاهدينا، بطبيعة الحال سنبقي عينا على المراسم التشييع في إيران، ونعود إلى ملفاتنا. وفيها أيضا أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن مجلس الحرب أمر فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة داخل قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانا في عقاب اجتماع لمجلس الحرب أمر فيه المفاوضين الإسرائيليين على العمل لمواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى. ونقلت صحيفة هارتس عن دبلوماسي أجنبي مطلع قوله إن هناك جهودا منسقة في الأيام الأخيرة لإعادة أطراف مفاوضات هدنة غزة إلى الطاولة وصياغة حل جديد لإنهاء الصراع. ونقلت هارت كذلك عن مصادرها أن أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي اتخذوا قرارات تهدف لمنح المفاوضين مساحة أكبر للمناورة في محادثات هدنة غزة.
وكان الجانب المصري قد نفى يوم أمس أي تغيير في بنود وثيقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي وافقت عليها إسرائيل مبدئياً ثم تراجعت عنها. وفقا لما أفادت مصادر الحدث، فإن القاهرة تعهدت بإلزام حماس بوقف القتال في غزة وتبادل المحتجزين مع إسرائيل على مراحل، إلا أن إسرائيل أصرت على الإفراج عن كل المحتجزين لدى حماس دفعة واحدة. وأشارت مصادر الحدث إلى أن الولايات المتحدة رفضت التوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار بغزة باعتبارها طرفاً ضامناً لالتزام إسرائيل، كما أكدت مصادر الحدث رفض مصر لوجود أي بند في أي وثيقة تمنح إسرائيل حق الوجود العسكري في قطاع غزة مستقبلاً. هذا واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن محاولات التشكيك في دور مصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس سيكون له تداعيات كبيرة، مضيفا أن مصر تدرس الانسحاب من الوساطة بين حماس وإسرائيل بسبب ما يحدث حاليا. أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بقتل 16 شخصا معظمهم من الأطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في حي الدرج وسط مدينة غزة. كما أكدت وكالة شهاب الفلسطينية مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمدرسة لتعليم القرآن داخل أحد المساجد في مدينة غزة وهو مسجد فاطمة الزهراء في حي الصحابة. أثار مقطع فيديو نشرته إسرائيل ضجة واسعة في الداخل الإسرائيلي لاعتقال مجندات على يد عناصر من حماس في مستوطنة نحال عوز القريبة من غزة في 7 أكتوبر. هذا وانطلقت تظاهرات في عدة مدن إسرائيلية بعد نشر الفيديو، حيث تظهر المئات أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وطالب أهالي الأسرى عبر بيان جديد حكومة نتنياهو بالعودة على الفور إلى طاولة المفاوضات مع حماس لإعادة أبنائهم، في حين أعلن نتنياهو على حسابه على تليجرام أن هذه اللقطات التي تم السماح بنشرها بعد موافقة عائلات المجندات ستعزز تصميمه على المضي قدما في القضاء على حماس. وفي المقابل استنكرت حماس ما وصفته بالتلاعب في الفيديو، مؤكدة أن تقطيع المشاهد بشكل متعمد واختيار صور ومقاطع تدعم المزاعم الإسرائيلية بالاعتداء على المجندات. كما شددت حماس على التعامل مع المجندات وفق القواعد الأخلاقية ولم يثبت وجود أي إساءة بحقهن. رداً على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض الاعتراف أحادي الجانب، وأضاف أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار طويل الأمد وأمن إسرائيل، مشيراً إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يتحقق عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس باعتراف أحادي الجانب. من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إنه من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين. لكل دولة الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة، لكن الموقف الأمريكي واضح في هذا الشأن. رئيس بايدن كما قلت للتو يدعم حل الدولتين، وقد أكد بنفس القدر أن حل الدولتين يجب أن يتم عبر المفاوضات المباشرة من خلال الأطراف وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نية العديد من الدول الأوروبية اعتراف بالدولة الفلسطينية هي
مكافأة للإرهاب بحسب قوله، متهما أغلبية الفلسطينيين بالضفة الغربية بتأييد عملية 7 أكتوبر. إن نية العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي مكافأة للإرهاب. 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون مجزرة 7 أكتوبر الرهيبة. ستكون هذه دولة إرهابية وستحاول تكرار مذبحة 7 أكتوبر، ولن نوافق على ذلك. إن جائزة الإرهاب لن تجلب السلام ولن تمنعنا من هزيمة حماس أيضا. شيء رائع جدا، هذا الاعتراف إجا معمد بالدم. نحن بنترجى من كل الدول وكل العالم يعترف بهذا القرار، وأكيد مبسوطين بهذا القرار، وإن شاء الله ترجع هالبلد ونرجع عليها، وشعور كتير حلو. أكيد للشعب اللي عم بتموت بفلسطين، اللي عم بيموتوا وعم بنطالب بحقنا وعم ندافع عن أرضنا كرمال الدولة تبعيتنا نعترف فيها، الدول كلها تعترف فيها، لأن الأرض حقنا هيدي. بحق في دولة فلسطين، ولنا حق لنا أن نعيش كباقي الدول، لنا دولة ونعيش بحرية كباقي دول العالم. والجيل الموجود حاليا من الشباب وحراك الجامعات له كان دور كبير جدا اللي أثر على حكومات الدول إنها تغير موقفها تجاه القضية الفلسطينية. اختراق دبلوماسي فلسطيني في أوروبا. 3 دول أساسية في الاتحاد الأوروبي هي إيرلندا وإسبانيا والنرويج تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، ما يرفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية إلى 12 دولة من دول الاتحاد 27. وبحسب القانون الدولي فإن الاعتراف يأتي في المرتبة الرابعة بعد شروط 3 لقيام أي دولة، وهي الإقليم والشعب والسلطة الحاكمة. ورغم تواجد الشعب والإقليم إلا أن السلطة الحاكمة مقسومة بين حماس في غزة وفتح وفصائل منظمة التحرير التي تحكم الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية، خلاف طال حتى الترحيب بالخطوة الأوروبية. يعني اعتراف الدول الأوروبية اليوم هو حقيقة إنجاز كبير سياسي ودبلوماسي. إعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. سلطة ثالثة لها اليد العليا في حكم الإقليم المقسوم بين غزة المدمرة والضفة الغربية المستعمرة هي إسرائيل، التي يتحكم جيشها بمفاتيح الحياة للمواطنين، بالمياه والكهرباء وحركة المواطنين وتجارتهم وأموالهم. إسرائيل رفضت بغضب قرار الدول الأوروبية 3 وردت على الفلسطينيين بوقف تحويل الأموال وإعادة الاستيطان لشمال الضفة. إن الدول التي اعترفت اليوم بالدولة الفلسطينية تمنح جائزة لقوة النخبة وللقتلة والمعتدين، ولهم أقول إننا لن نسمح حتى بإعلان دولة فلسطينية ولا حتى الإعلان عن إقامة مثل هذه الدولة، لا سمح الله. 3 سلطات حاكمة وإقليم مفتت مقسوم، لذلك يبقى الشعب كركن أساسي للدولة والذي يشترك في الهوية والثقافة وحتى الهموم، ليكون الاعتراف الدولي بحقوق هؤلاء وثيقة للتاريخ وللمستقبل أيضا. قد لا يشعر الناس حاليا بفرق الاعتراف بدولتهم من عدمه، فهم لا يلمسون أيا من مظاهرها على الأرض، وهمومهم اليومية أكبر من مجرد الاحتفال بإنجازات قانونية أو دبلوماسية. لكن بالنسبة للقيادة الفلسطينية فإن الاعتراف يمثل انتصارا ولو معنويا في ظل الخسائر الكبرى على الأرض. عبد الحفيظ جعوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، وخطة فك الارتباط هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة أريل شارون في صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة. ومن شمع إن إلغائها السماح بعودة المستوطنين.
نحن هنا قرب مكان مستوطنة حومش المخلاة شمالي الضفة الغربية، ويبدو أنها ستعود للحياة من جديد، هي وثلاث مستوطنات أخرى كانت أخليت ودمرت عام 2005 في خطة فك الارتباط عن غزة وشمالي الضفة، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إلغاءها، ما عزز مخاوف الفلسطينيين في هذه المنطقة. إسرائيل لا تفكر إلا بالإرهاب وبحرب الإبادة وبالاستيطان، هي الاستيطان هو مشروعها، هذا هو فكر التطرف في العالم. ونحن ناشدنا العالم وقلنا لهم مرارا وتكرارا أن الاستيطان هو يعني هدم لكل حلم يعني فلسطين، وهدم لحلم الشرق الأوسط بالاستقرار. أهالي قرية برقة التي أقيمت حومش على أراضيهم يخشون ضياعها نهائيا رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي سمح لهم بالعودة لأراضيهم، لكنه لم ينفذ في وقت لم تتوقف فيه الاعتداءات المستمرة عليهم من قبل المستوطنين بشكل شبه يومي. حركوا البيوت والسيارات في قرية برقة من الغرب بالقرب من قرية بزارية، وبعدين توجهوا لوسط البلد من جهة حومش، وآخر إيش اعتدوا علينا حركوا لنا السيارات وكسروين، واعتدوا على المنازل، قمنا بمواجهتهم وتصدينا لهم وهربوا رغم إنهم هم كانوا مسلحين. أربع مستوطنات كانت أخليت وفككت عام 2005 قد تعود للحياة في خطوة اتخذتها تل أبيب كإجراء عقابي ردا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين، فضلا عن إجراءات قد تتخذها إسرائيل مستقبلا ضد السلطة الفلسطينية. من قرية برقة شمال نابلس، فالح نصير فالح، الحدث. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية نجاح قواتها في اعتراض أربع مسيرات أطلقتها جماعة الحوثي من مناطق سيطرتها في اليمن. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن قواتها اعتبرت المسيرات الحوثية تهديدا وشيكا لها ولقوات التحالف وللسفن التجارية. في مقابلة خاصة مع الحدث، أكد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط دانيال شبيرو دعم واشنطن لدول الخليج لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى تحديات غير مسبوقة تتسبب بها ممارسات الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون الخليجي لديهما عقود من التعاون في المجال الأمني النرمي لمواجهة التحديات المشتركة وجعل المنطقة أكثر ازدهارا وأمنا بالنسبة للجميع. تعاملنا اليوم مع مسألة، أولا نظام الدفاع ضد الصواريخ نرمي لتبادل المعلومات وتمكين للأطراف بربط أنظمتها لتحقيق المزيد من الأمن ومواجهة التحديات من إيران والجماعات المدعومة من إيران. في إعلان مفاجئ، حدد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك 4 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة التي ستحدد من سيحكم المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه طلب من الملك تشارلز حل البرلمان، أن الملك وافق على ذلك الطلب. الآن حان الوقت لبريطانيا أن تختار مستقبلها وتقرر ما إذا كانت تريد البناء والتقدم أو المخاطرة بالعودة من جديد دون خطة ويقين. لقد تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك لطلب حل البرلمان، وقد وافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 يوليو. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.